السلام عليكم. هداك النهار وقت حفرت الكوسة قلت لكم رح فرجيكم اختراع ظريف بقلب الكوسة. هلأ بيجي قلب الكوسة كذا طريقة بتنعمل، فأنا هلأ بدي فرجيكم القلب. أنا هون ترمت هاي القطعة اللي بتجي بالأول، أول قطعة بطالعة من قلب الكوسة ترمتها ساويتها قطع صغيرة. وفي عندي هون زيت زيتون، عندي خبز. انا ما بكب شيء الحمد لله رب العالمين، لازم تتعلموا انه فعلا ما نكب اي شيء، النعمه يحفظها بتحفظك. فهذا خبز، وقت بلاقي عندي الخبز بات شوي بقطعه وبنشفه بعبيه بكياس بخبيه بالبراد. وقت بيلزمني، انا حبيت فرجيكم اياها بهالطريقه مشان فرجيكم انه انا بحفظ هاي الشغلات، ما بكب ابدا، وتعودوا دائما على حفظ النعمه. والشغلات الصغيره اوقات اللي الانسان بيستهتر فيها سبحان الله، لكن هي بتكون عظيمه. عندي خبز مقطع من الشفتو، عندي 3 سنان توم، عندي نعناع ناشف يابس، وعندي ليموني معصورة. هلأ رح فرجيكم طريقة التطبيق. نزل قلب الكوسة، رح ننزلهم كلهم على رشة الملح، رشة ملح طبعا بدها بحوسة شوي ببعضها. هلأ الكوسة أساسا لحالة بتطلع دمعة مي، ونحن بحاجة تقريبا نص كاسة مي. هلا رح اتركها هيك شوي ببعضها. هلا رح اتركها شوي تنطبخ ببعضها وبعدين فرجيكم التطبيق الثاني. وهلا هيك كوسة استوت معي، رح احط لها يعني تقدير كاسة مي، ممكن تحتاج اكثر، رح انتظرها لتغلى وفرجيكم شو رح اعمل. هلا رح نزل قطع الخبز، رح هدي الغاز شوي عشان ما تنشف المي بسرعة. وبقدر هاي كمية الخبز بقدرها تقدير مع الخضرة والمي. رح احطهم كلهم الخبزات. هلا رح بغرس لها سنايتين ثوم. ورح نزل لها عصرة ليموني، طبعا ليمونة وقت تكون كتير طيب بيطلع. هاي قلب الكوسة اللي ما كبيناه استفدنا منه بهاي الطريقة، ممكن تعملوها وجبة على الفطور، هاي اساسا هاي وجبة صباحية. رح نقدم وجبات تاني كمان ظريفة ان شاء الله بهيك اختراعات. وخلص صارت جاهزة. هلا فرجيكم اياها وقت التقديم. وهاي نتيجة وصفتنا لليوم، قلب الكوسة اللي ما حبينا نفرط فيه. وان شاء الله يا رب هيك تجربوا وصفاتي وتعجبكم، وعاد ما رح تعرفوها لتجربوها، خاصة هاي بالذات يعني اكل كتير عن جد ظريف، ان شاء الله بتعجبكم. وصحتين وهنا. وهلا بعد ما عملت لكم قلب الكوسة مثل ما وعدتكم، عملت لكم اياها بطريقة بحيث انه ما ينكب معكم شيء من الاشياء اللي بتكون عم تطبخوها. وهلا انا عندي مرقة يالنجي يلي هي كلها زيت ودبس رمان ومن اثر الخضرة، يعني ما فيها شيء ثاني. كمان لقيت لها طريقة انها تنعمل مشان ما تنكب اذا ضل عندكم مرقة. وقت بتكون كمية يالنجي كبيرة اجباري بضل مرقة، وانا رح احط لكم رابط اليالنجي بصندوق الوصف ان شاء الله. عندي هون بصلة مترومي، نص بصلة صغيرة، حاطة أنا هون بالطنجرة من الزيت، في زيت على وجهها بكون زيت زيتون. وعندي هون 3 سنايات توم، بدي أهرسهم هرس، والباقي متروم مشان التقلاي. وفي عندي نعنع يابس نسيت حطه هلا بقلب الوصفة، بس ما نسيت حطه ضمن العيارات، بس لازم يكون فيه نعنع اليابس. وعندي هون اذا عندكم خبز لقيتوه بده يبات كثير لا تكبوه، قصوه حطوه بكيس حطوه بالبراد بيلزمكم. هلا هذا نحن بنقول له حراق، هذا الحراق الحمصي،
بنعمله بدبس رمان وتوم وبسطي وهيك، وهذا بفرجيكم اياه هلا طريقه. وهي النعنع اليابس، النعنع اليابس والتوم المتروم للتقلاي. وهلا هون حطيت البصل باثر الزيت، رح حوسهم شوي. وهلا حوست البصلي، انا هلا رح صب المرقاه فوق البصلي، بهرس للتوم. قلت لكم احنا في كذا نوع حراق بنعمله، مو مثل اهل الشام بيعملوه بعجين وهيك، نحن بنعمله بدبس رمان وخبز اذا عندنا خبز بايت. ومثل ما قلت لكم هذا الحراق الحمصي، يعني هذا على الطريقه الحمصيه، بخبز ناشف، دبس رمان، بصلي، حبه رز بقلبه. فانا لما يعني الفكره هي كلها هيك، وقت يضل عندي شيء مشان ما كبوه بستغل اني بعمل فيه هاي الفكره، انه مرقه اليالنجي وعندي خبز ناشف مقطعته اساسا، بقوم بطبخ فيه حراق حمصي. يعني واكيد كلنا بنحب انه نعمل عشاء خفيف اوقات، ففي نوعين ثانيين ان شاء الله اذا لقيت فيه هيك تفاعل بالوصفات. هذا كله مشان نحن نستغل الشغلات اللي لازم ما نكبها، يعني انه الواحد حرام يكب شغلات بالبيت. فان شاء الله بننزل وصفتين تانيين باذن الله تعالى، بكون هيك عشاء خفيف، او حبيته على فطور كمان فطور هيك خفيف ان شاء الله. هلا بعد ما غليت من المرقه شوي رح بلش سقطه الخبز. انا المرقه بزيد فوقها شيء تقريبا كاسة مي، لان هي بتكون اساسا اخذه من الرز واخذه يعني فيها تقيلي بدبس الرمان. هلا بسقط فوق الخبز، خلي الخبز ينطبخ بقلبها. انتو هاي تقدير بقى، تقدري المي عندكم، او اذا حبيتوا انكم تعملوه فريش بتحوسوا البصلي بتحوسوا بتحطوا فوقها يعني تقريبا نص كاسة بدبس رمان صغيرة، كاسة صغيرة يعني نص كاسة، بتهرسوا التوم وبعدين بتقلوها بالنهاية نفس الطريقة بالضبط، بس دبس رمان ومي. انا لانه الخبز عندي ناشف هلا رح يغب، ما رح كتر كثير خبز. ونفرجيكم اياه ان شاء الله وقت التقلاي. وهيك قرب يستوي، يبان عليكم حبه الخبز تطرى، لانه هو يعني ناشف الخبز فلازم نخليه يطرى مزبوط. وهلا انا طفيت تحته وراح اسكبه، بس بدي اقول لكم اللي لسه ما حط لايك للفيديو يحط لايك، واللي ما اشترك يشترك ويفعل زر الجرس مشان يوصلكم كل جديد. هلا راح احضر التقلاي، وانا اذا بتلاحظوا على طول بحاول اعمل لكم اكلات بسيطه، يعني نوع الاكلات يكون الاكلات بسيطه والشغلات ممكن تكون اقتصاديه يعني موجوده بكل بيت. عم بعمل جهدي اني اوصل هذا الشيء يعني بالفيديوهات، وان شاء الله يا رب اني نال اعجاب. يعني رح حوس التومات اليوم، هلا رح احط النعناع فوقهم. يا سلام، يعني عن جد الريحه عن جد اكلي ملوكي، يعني كثير كثير رح نحبه على الفطور، وإذا على العشاء هلا طفيت تحتها ورح صبها فوق الحراق. إذا ما بتحبوا الثوم متروم هيك فينكم تهرسوه هرس يعني، بس الثوم ظريف فيها هاي الوصفة. وهيك صارت وصفتنا جاهزة اللي هي الحراق بمرقة اليالنجي، وأنا رح أحط لكم إن شاء الله الرابط بصندوق الوصف رابط اليالنجي تشوفوا الطريقة، ولا تنسونا من لايك واشتراك. عاد وصفاتي ما بتعرفوها لجربوها، يا رب تجربوها وتنال إعجابكم إن شاء الله بإذن الله تعالى، وننال الدعاء، ولا تنسوا الدعاء لأهلي بالرحمة
وإن شاء الله يا رب تجربون وخبروني بالتعليقات كيف طلع معكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.